زي ما جبتوهم تمشوا تعملوا مع بهدوء كده بسلميه يا حبايبي، لان احنا خايفين عليه. انا عارفه ان انتوا سامعين وهو بيدسلكوا ناس من عندهم عشان يبوظوا الصوره. عندهم بيجوا يضربوا، لان كده غلط. لان انتوا بتدقوا، احنا انت خدتوا عصرتوا ليمون وعملتوا مصيبه. دي منظمه، شبكه انت بتحارب في ايران وفي افغانستان وحماس وضياع سينا وضياع بلد. دول ارهابيين مالهمش امان، دول خونه خونه. ارجوكم زي ما جبتوهم تمشوهم. احنا بتوع حزب الكنبه بنقول لكم، واحنا نزلنا من زمان. مش حزب الكنبه يعني مبارك ولا كده، الغلطان يتحبس. بس انتوا زي ما عملتوا المصيبه دي تحلوا لنا منها ان شاء الله. يلا ربنا معانا. الف شكر يا فندم، الف شكر، الف شكر. اهو شر اهو. انا اسلام همام، نائب المنصب مكان مسؤول مكان الاعلامي حرب الشيخ اسلام. ايه اللي جابكم طيب النهارده مشاركتكم يا اسلام؟ ايه تحركاتكم او ايه مشاركتكم؟ احنا النهارده في شكل جديد بنشتغل بيه، اللي هو الفعاليات المتنقله المفاجئه. كل محافظات مصر النهارده هتعمل فعاليات متنقله بالاتوبيسات عند اماكن مهمه في الدوله، وهتوجه الرسائل للنظام بشكل جديد برضه، واتباع لسياسه الحرب للعنف. احنا دلوقتي الاتوبيسات شايفه بتتحرك على مكان مش هيكون عنده بورصه، رفضنا القرض الدولي. دي كانت فعاليه صغيره، في فعاليات في فعاليتين تاني او ثلاثه في القاهره هيبقوا كبار. بعد كده الوزاره هتعمل ده، وبعد كده كلنا هنتحرك على المحل. طب النهارده ايه بدايه تحركاتك في اول اليوم؟ ما احنا دلوقتي هنتحرك على الفعاليات المفاجئه دلوقتي. اللي هي؟ سريه. طيب تقريبا كام عدد المشاركين او مين اللي حرك؟ 400. بس مفيش اي حركات تانيه؟ باقي اعضاء القاهره نزلوا على محافظات كانت محتاجه عدد تاني، والمحافظات كلها لسه ما جت، يعني في محافظات جت، ده القاهره بس عدد قليل، لان الاعداد التانيه سافرت على محافظات تانيه عشان تدعم العدد ده. لكن مفيش اي حد تاني مشارك معاكم غير 6 ابريل؟ لا لا، دي فعاليه مخصوصه اعضائها بس. تحب النهارده توجهوا اي رساله معينه او بدايه اليوم؟ احب اقول في الانطلاق السادسه 5 ابريل قصاد طيبين، دايما على عهد مكملين. التجربه اللي احنا بنعملها دلوقتي يا الا هننجح فيها، يا الا الاجيال الجايه لازم تستفيد من التجربه دي. كملوا ان شاء الله، نكمل مع بعض عشان نبني مصر ديمقراطيه بجد، دوله القانون المؤسسه ان شاء الله. توفيق.